طيب شباب، باقي الوقت صراحة، الوقت صراحة ما باقي لنا وقت يا سالم، يا سلطان، يا فيصل، لا تستهبل. كم باقي وقت صدق؟ كم باقي من الوقت؟ 5 دقائق، 4 دقائق، 4 دقائق، 4 دقائق يا شباب، 4 دقائق على انتهاء طبخة اليوم. خلاص 4 دقائق. يا سلطان، يا السوبر، حاس فيك. حاس فيني معلمك أنا. أنا حاس فيك وحاس في الحرقة اللي في داخلك. معلمك أنا قايل يا عبد الله وتروح تسولف. لا ترفع صوتك يا عبد الله. لا ترفع يدك. سلطان حاس فيك وحاس في الحرقة اللي بداخلك، وحاس إنك رجل عظيم، رجل حاب تنجح. لكن من اللي خذلك اليوم؟ أنت. أنا؟ نعم. أنا خذلتك؟ نعم. إذن الوقت اللي بيضيفونه ألغوه وخلونا على الوقت الأساسي يا شباب، واللي يصير يصير. يا أخي ما كانت مشكلتك مشكلة. أنت لا تظلمني سلطان، لا طيب. تظلم المقدم. طيب أنت موجود معي، لا تظلم. أتحداني أفرض عليك شيء؟ بقولك حاجة. قول. أنا أتوسط بوجه ولدك خالد، تعطيني. أنت بسعد، خذ يا شيخ سبي. إي والله. خذ، عطونا الساعة زيادة. إي والله. حلت حلت. خذ نص ساعة يا شيخ لو تبي. إي والله وجهك، الله يصلحه يخليه لك إن شاء الله. باقي 5 دقائق على انتهاء الفقرة يا شباب. أمسك. شكرا يا ابوي، يعطيك العافيه. هذه مشكله نقطه ضعف يا ولد خالد. ايش تبي انت محمد ابوي؟ مشكله. ايش تبي؟ انك تجينا كل يوم. يا شباب لا تطلبوني بوجه ولدي، تكفون يا شباب، تكفون. نبغى نشوفك كل يوم. طلبتكم يا ولد خالد. ولد خالد ابشر بس سعد. ايش تبي؟ نشوفك كل يوم يا اخي، طلبك صعب. طيب يا شباب، انت طلبتوني طلب صعب. اطلبوا وقت، اطلبوا عصير، اطلبوا فلوس، اطلبوا جوال. احنا نطلب منك يا ابو خالد. لا تطلب شيء، تكفى. حفظ خالد. طلبتك خلاص. طلبتك 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 خالد. هلا خالد خالد. لا تقول خالد، لا تقول، لا تقول في وجه خالد. ايش تبي تقول خالد انت؟ هذا ولدي. طيب في وجه خالد. ايش تبي؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ زبنا زبنا. انت طلع ابشر بس، زبنت لبيت. ايش تبي؟ طيب الله وجهك لبيت. قول. كم باقي وقت؟ باقي 3 دقائق. نبغاها دقيقه. ابشر بالسعد. تسعد. بيض الله وجهك يا ابو خالد. ابشر بالسعد. اللهم صل على محمد. اهتزم وخلها دقيقه كنترول. خلها دقيقه. باقي دقيقه لعيونك. باقي دقيقه. شكرا يا ابو خالد. خالد خالد. ابشر والله بالسعد. ابشر والله بالسعد. اي هذا يعني عملنا فيه. قصدك نلغي الزياده؟ لا لا، الزياده نبي نلغيها. الزياده. ابشر بالسعد. وجه من؟ وجه خالد. خالد ابشر والله بالسعد. تسعد. اهتزم والله. خالد لو يدري انكم تطلبونه وتطلبون ابوه، واه يجي ركض. صدق عدت شعورك ذحين انت اب؟ شعور اي شعور؟ صراحه صدق والله فيني 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 فرحه لا توصف والله. الله فيني حضرت. هم تربيه وهم مسؤوليه. الله العظيم. نسال الله ان يعين. الله يصلح لك النيه والذريه. امين. الله يجزاك. الله يجزاك. الله امين. الله يهينك. الله يهينك. باقي اقل من دقيقه يا شباب. وش هذا يا قلبي؟ يعني انا رسالتي الان لكل المتسابقين، لا حد يجي صايح علي، لا حد يجي ينافخ علي، ولا حد يجي يتفلسف علي ويدعي المظلوميه. هذه رسالتي لكل المتسابقين، لا حد يدعي المظلوميه. انت الوقت باقي دقيقه اقل. لا لا ابو خالد. اقل 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 أشهد بالله بيض الله وجه خالد اللي خلانا ما يقول شيء.
يعني اللهم لك الحمد انه بيننا وبين المتسابقين وقت يحكمنا، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. اطلع برا يا متسابق، يا متسابق اطلع برا الان، انتهى الوقت يا سلطان يا فيصل يا سالم. لا تستهبل واسكت، اطلع برا، اطلع. لما المتسابق يقعد يستهبل ويستظرف ويأخر الفقرة لأجل يستعطف الناس، يستعطف الجمهور، وأنا في وجه، وأنا في وجه، ما يصلح. سلطان لو سمحت اطلع برا شوي يا رجل. تقول تقول المقدم شوي. والله يا المقدم أنا معلمك، قال يمدك عطني عطني عطني، ترى نهاية البرنامج نهاية الفقرة بعلمك، وقلت أنت تروح قايل لك عشر دقائق وراح تسولف معهم. يا اخوي من البدايه قول استخدم ذا، ترى معلمك اسولف معهم لو سمحت، لا تتلفظ بالفاظ غريبه. اسولف من حق المتسابق يجي الفقره، اسولف معه، جمهوره وامه وابوه يتابعون. فاسر. تقول شيء. كم راح من الوقت؟ يعني ما تدك في كلام المقدم اللي راح. 6 دقائق بس. ايه ابو خالد ليش ما يثق فيك سلطان؟ بالنسبة للوقت حيقسم على سلطان البريك بند الوقت اللي عند الإعداد كله وجهز الطابق. لا احنا برا جاهزين. كيف هم جاهزين؟ فقط يفرغون. ليش ما جهزتوا يا شباب؟ خلاص الوقت ما بس عشان يجهزوا قصدك ولا جاهز هي؟ قلت تطلعوا. انت قلت تطلعوا ولا احنا جاهزين؟ تبغانا ننزل الحين؟ لا نبغى نحضر مع بعض عشان ما تغرض بس. ولا انتم جاهزين صح؟ لا هم جاهزين. وين جاهزين؟ هم جاهزين. الله يا ريحة البرياني. وش لا الوقت انتهى كلنا سوا. مخرج بالعادة. دقيقة خليني اعلمك. فيض صوت سلطان. والله بالعادة كلنا حطها سوا هنا، انتهى الوقت ما حطناه. روح يا شيخ خلص طبختك، اشغلتني واشغلت المطبخ واشغلت واشغلت الناس واشغلت خلود. ما له دخل خالد. مخرج شوف امامك عز المشاهد الان برياني، هذا اسمه بر بس، ياني ما شاء الله يستر عليك. ياني راح. من ياك؟ ياني اللي ما راحوا زماني باللي والله العظيم. هذا ابوك ضربني. لا لا تعلمه ولا تقول شيء. سلطان البريك وفيصل حازم وسالم محمد الغامدي حضر. خلاص حضر حضر سلطان عشان ما نضيع وقت، لازم انهي الفقره يا سلطان. سلطان انت باقي تناظر الورقه، عجل تكفى يرحم ابوك. كم باقي لك؟ خلاص انا بعلن الفائز ترى. انا مش فاضي يا سلطان. انت قاعد تستهبل، سوري على الكلام، اسف اني قاعد اجرحك، بس انت قاعد تستهبل. يعني وين احترام الجمهور؟ وين احترام الفقره؟ وين احترام الشيف؟ ايش؟ حضر. دقيقه دقيقه. لا 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 فيصل ممكن قمة تحضر، تعال أباك في علم. تعال تعال تعال. ممكن تروح تصحي أخوياك، جبنا أي أحد. أي بس اسمع تعال خليك هنا ورا. لا ترجع اللي معك أحد. سيف سالم سيف. ليش عد أسماء؟ لا 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 بس ليش أنت ذكرت أسماء معينة؟ في ناس تقوم وناس ما تقوم. جيب الناس اللي تقوم. بس ترى سالم من الناس اللي لا تجيني الا معك مقيمين. بس اقول على بركه الله. لا سالفه ان المعد يقول لي ناصر بريك، سالفه ان المعد يقول لي والله المقيمين كلهم مو موجودين. سلامات سلامات يا متسابقين، سلامات. ترى البرنامج لنا ولا لكم؟ سلامة. ما يصير ما يصير. علمهم ما يصير. روح. ترى ما ذكرت اسامي لان اعرف ان هم اللي يقومون بهذا المقصد. يعني كيف؟ انا ما ذكرت اسامي الحين قدام شيلك. إيه؟ لان هم اكثر الناس يقومون، فانت عارف عشان كذا ذكرت الاسماء. بيض الله يقيموني. بيض الله وجهك. لا والله ضروري يصحون، ضروري متسابقين يقيمون. غمض بجيك. خلي خلي لا تسوي انك بريء ولا تسوي انك مظلوم، وعجل لي وفرغ طبختك. اوكي اوكي ولا مش اوكي؟ علمني اوكي ولا مش اوكي؟ نص اوكي. نص ايش صفات قصدك؟ نص اوكي ايش معناته؟ اوكي. طيب ممكن تخلص؟ لانه انا عندي طبخه لازم اخلصها يا سلطان، وانت باقي تقطع الطماط. شباب انا اتكلم جدا، اقسموا عليه الوقت. ليه؟ الوقت انت صفر. والله انت ما احترمت الفقره ولا احترمت الوقت يا شيخ. يا اخوي عارف ذا مفرق.
لا تقعد تهايني انا. هذا جاهز. وين جاهز؟ فرق. يا عزيزي المشاهد، اول شيء قفل التلفزيون، لا عاد تتابع الان، لانه بيجي مصايح وبيجي مطاقك وبيجي مضارب. الولد ذا لازم اخذه وعلقه فوق. حضر. لا دقيقة، خلينا نجي مقيمين. طب انت ممكن بس عشان ننقذ المو، كم يبغالك؟ خلاص خلاص. انا شفت رز ابيض، رز اصفر، رز بني. بني هذا وين شفته البني؟ انا ما عمري شفته. يا فيصل لو سمحت ارجع هنا، ارجع. شو انت علمني؟ مساء الخير. مرحبا. لون الرز تبعك ايش؟